من بين عوامل خطر لحدوث سرطان الثدي وظهوره كاين عامل يعني غير هرموني، احنا عارفوا بين العامل الرئيسي هو هرموني وكاين عامل عوامل اخرى. من بين هذه العوامل عندنا عامل الحركه البدنيه، النشاط البدني غير الجسم. دونك الدراسات ثبتت باللي نقص الحركه ونقص النشاط البدني من العوامل التي تساهم في ظهور سرطان الثدي. لذا احنا ننصحوا جميع النساء باش يقوموا بحركه بدنيه بصفه دوريه، يعني ريغوليرمون كل يوم. اذا ما قدرتش دير الرياضه يعني فريمون دو فري سبور، المشي كذلك هو رياضه. يعني اذا قدرت نصف ساعه في المشي، يعني مارش، يعني مشي سريع ومشي يعني يكون بشده وسريع، هذا هذا المشي هذا راح قد يساهم في خفض نسبة حدوث سرطان الثدي لدى هذه المرأة. احنا لازم نعرفوا باللي كل النساء عمليات، ما راهيش غير المرأة اللي عندها في العائلة تاعها لأن الميراث نسبة قليلة جدا في حدوث ظهور سرطان الثدي، وإنما كل امرأة راهي معنية بهذا السرطان. لذا القيام بالمجهود البدني والرياضة هو أمر ضروري حتى نقدروا نقصوا نسبة حدوث هذا المرض.